اجوا بكل عهد يلا عهد يلا عهد. اجت هيك عبتني بتقول تخافيش يا مامتك لك ايش وانا قويه وخليكوا قويين. قلت لها استودعتك عند رب العالمين يما وخليك قويه وانا بعرفك قويه وكدها. ابعدونا عن بعض واخذوا عهد القاعده وكلبشوها. اول اشي اسرائيل بدهاش تهمه عشان تعتقل حدا، هي بتعتقل وبتعطي اداري بلا تهم. واحد اثنين يعني الحمل المسعوره، يعني انت بتقول في خلال شهر قريب 2000 معتقل، هذولا منهم 80% اداري. هذا كل هذا من فشل الاحتلال في الرد على اللي صار في 7 اكتوبر. بالرد على اللي صار في 7 اكتوبر صار حمله هنا، وبعدين يعني ما بتقدر تفصل غزه عن الضفه. يعني احكي لك انا ام وما بكيت على بنتي، فيش دموع فيش وجع جواي، لانه كل وجعي ودموعي نزلت على غزه. فاحنا واحد وعهد جزء من غزه وغزه جزء منا ووجعنا واحد.